نصلي مع بعض ونقر بإيماننا. أنا أؤمن بالله الآب رب الكل، خالق السماء والأرض، وبربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي حُبل به من الروح القدس، وولد من مريم العذراء، وتألم على عهد بيلاطس البنطي، وصلب ومات وقبر ونزل إلى الهاوية، وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأموات، وصعد إلى السماء، وهو جالس عن يمين الله الآب الضابط الكل، وسيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات. وأؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة الأبدية. آمين.